11 أكتوبر، صوت الجبل، وديع الصافي هو صاحب الحنجرة الذهبية اللي اتولد في لبنان سنة 1921. بدأ وديع مشواره الفني سنة 1938 لما فاز بالمرتبة الأولى في التلحين والغنى والعزف في مباراة للإذاعة اللبنانية، وكانت اللجنة فيها ميشيل خياط وسليم الحلو اللي تلمز وديع على أيديهم، وابتدى يغني بأسلوب يبرز فيه الهوية اللبنانية من خلال أغانيه وصوته الذهبي. ومن هنا قدر الصافي يبتكر أسلوب جديد اتسمى بالمدرسة الصافية، وده في الأغنية الشرقية. غنى وديع أغاني ما تتنسيش زي دار يا دار، على رمش عيونها، الليل يا ليلى، ده غير أغنيته الشهيرة عظيمة يا مصر واللي كان بسببها أخذ الجنسية المصرية تكريما ليه. شارك الصافي في أكتر من عمل فني زي أفلام موال، ليالي الشرق، ونار الشوق وغيرها.